ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الرقاق الطري، استكمالا اللي احنا اتفقنا عليه ان نعمل كل حاجه في البيت ونقلل من المنتجات اللي احنا بنشتريها من بره. انا بقالي فتره كده مش حابه خالص اشتري عيش من الشارع، فقلت اعمله في البيت، وطالما هعمله في البيت فهعمله بعناصر غذائيه مفيده. هو العيش طريقته سهله، بس انا هعمله رقاق. في عناصر كتير، في لبن وفي لبن باودر وفي زبادي وسمنه بلدي، فكل الحاجات دي عناصر غذائيه الجسم بيستفيد بيها. طبعا حاجه نظيفه ومضمونه، وحاجه انت عاملاها في البيت وعارفه جودتها وعارفه نظافتها وعارفه ما هي معموله ازاي. يعني على الاقل المكونات اللي معايا كيلو دي، عليهم معلقه لبن باودر كبيره ونص معلقه خميره. مش هحتاج خميره كتير، لان هو الرقاق مش عايزاه يخمر قوي ومش عايزاه يبقى يهب مني. هو الرقاق بيبقى طري خالص، ممكن ما تحطيش خميره، بس انا عايزاه يبقى عالي شويه، ما يبقاش هبطان كده في بعضه او يبقى شريحه صغيره. هتشوفوا قصدي ايه لما نعمله مع بعض. معايا علبتين زبادي كبار وعليهم نص كوبايه لبن، وممكن واحنا بنعجن نحتاج لبن تاني على حسب العجين اللي معاكي، وثلاث معالق سمنه بلدي كبار. ممكن تستبدليهم بسمنه عاديه، بس انا حابه اعمل بسمنه بلدي. ممكن تستبدليهم بزبده برضو لو عايزه.
بتفرديها عادي وهي عجين وبتحشيها اللي انت عايزاه وبتقفليها زي الحواوشي كده. بعد كده بتسويها على النار كده. اكون خلاص خلصت الرقاق وسويته كده. دي عمل معايا حوالي 14 واحدة طري خالص، حلو جدا في الفطار او العشاء، طعمه جميل، طعمه بالنسبة لي احسن من العيش العادي، وبحب على طول اعمله في البيت بدل العيش. بس كده اتمنى يكون عجبك الفيديو، متنسيش تجربيه هيعجبك جدا. لو عجبك الفيديو متنسيش تعملي لايك، ولو انت اول مرة تشوفيني اعملي سبسكرايب للقناة وفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض بيتزا بالبسطرمه. عملتها معاكم كذا مره قبل كده، بس المره دي هعملها معاكم بطريقه مختلفه وبمكونات مختلفه برضو. المكونات اللي معايا كوبايتين من الدقيق، عليهم معلقه كبيره لبن بودر، هي دي معلقه صغيره بس انا هعمل معلقه كبيره، يعني هعايرها بمعلقه كبيره، رشه ملح، رشه بسيطه خالص من السكر، وخميره. دي الخميره اللي انا بستخدمها، اللي هي الخميره الفوريه الجافه، مش هضيف الباكت كله يعني نص الباكت، لكن لو عامله اكتر من كوبايتين ممكن تضيف الباكت كله عادي. انا كذا مره عملت معاكم اختبار الخميره، بس انا المره دي عشان عايزه اعملها رفيعه خالص فمش هيأثر معايا اذا كان خمرت قوي او لا. وهاخد معلقه من الزبده، ممكن سمنه وممكن زيت على حسب ما انت عايزه. وهنقلب المكونات كلها مع بعضها. ومعانا لبن للعجن، ممكن تستبدلي اللبن بميه، ممكن تستبدلي برضو اللبن والميه بلبن رايب او زبادي. ولو بتستخدمي لبن او زبادي او لبن رايب وخلاص ممكن تكملي بميه، مش هيحصل حاجه. اللبن معايا مكفيش، هزود له ميه. هنقلبهم كويس وبعد كده بقى نبتدي العجن. بصوا العجينه دي عشان تبقى كويسه معاكي بتعجني فيها مش اقل من 10 دقائق، اقل من كده هتحسيها كويسه يعني بس مش قوي، عشان بس المكونات كلها تمتزج مع بعضها تعجني فيها لمده 10 دقائق. هعجنها كده وارجع لكم تاني. كده خلاص عجنتها كويس، ما بتلزقش معايا ولا حاجه. هسيبها تخمر، احنا دلوقتي في الصيف، هسيبها تخمر مثلا حوالي نص ساعه مش اكتر من كده، عشان الحر هيخليها تخمر بسرعه اصلا. اهم حاجه تغطيها كويس. نيجي بقى للحشوه. الحشوه انت ممكن تحطي اي حاجه انت عايزاها او اي حاجه انت بتحبيها. اللي معايا جبنة موتزاريلا، دي اساسي عندي، وبكمية بحط في البيتزا كميات كبيرة جدا من جبنة موتزاريلا، مش عارفة ليه يعني الناس بتحط حاجات قليلة، انا لازم اكترها قوي. معايا جبنة رومي او تركي قطع ومبشورة، وفلفل الوان، وممكن تستبدلي فلفل الالوان ده بفلفل اخضر، وزيتون متقطع شرايح صغننة او كبيرة على حسب ما انت عايزة، وبسطرمة، وفوق بقى الحاجات دي كلها عشان تديكي تست عالي قوي وطعمها يبقى حلو، رشة من حبة البركة ومن الزعتر. طبعا الصلصة عملتها معاكم كتير قبل كده، انا عاملاها جاهزة معايا هحطها على البيتزا على طول. وهقولها لكم برضو سريعا، الصلصة اللي هي العلب دي بتجيبيها معلقتين عليها ربع كوباية مية ورشة سكر صغيرة ورشة ملح، وتفرمي 3 فصوص توم او ممكن توم باودر، عايز تحطي زيت براحتك مش عايزة او ما بيفرقش بالطعم، وتحطي عليهم رشة زعتر. رشة الزعتر دي مهمة جدا، بتخلي طعمها حلو قوي. بعد ما العجينة خمرت جزقتها لثلاث قطع عشان هعمل بيهم 3 بيتزات، يعني كده معانا كوبايتين الدقيق الكبار يعملوا 3 بيتزات اللي هما الرفيعين. عشان العجينة متلزقش منك لازم السطح اللي انت هتعجني عليه يكون مرشوش بالدقيق. هي ما شاء الله العجينة حلوة قوي معايا، ان شاء الله مش هتلزق يعني. وخلي على ايدك برضو رشة من الدقيق كده عشان متلزقش معاكي وانت بتعجني. افرديها الاول بايديكي وبعد كده بالفرادة بقى، انا مش عارفة انتوا بتسموها ايه، برضو الفرادة دي ادهنوها دي. الدقيق اللي هيبقى تحت العجينة هيتنفض عادي.
ده السمك اللي انا عايزاه عشان لما يدخل الفرن هيعلى شويه، هيبقى اكتر من اقل من الضعف بشويه يعني. هنقله بقى على صينيه، لو عندك صينيه تيفال ما تدهنيهاش عادي، حطيها زي ما هي، لكن لو صينيه المونيا يفضل تدهنيها بزبده او بزيت. لو عندك زبده يكون احسن، بتدي تيست حلو قوي، لكن زيت يبقى قليل برده عشان ما يعملش طعم تقيل، ميبقاش طعمها دسم يعني. خلي بالك برده وانت بتشيليها عشان ما تقطعش منك. الحروف الزايده دي ممكن تقصيها او يعني تقطعيها، ممكن تعمليها بالشكل ده، انا بفضل الشكل ده. وانت بتجهزي البيتزا خلاص عشان تحطي المكونات فيها، سخني الفرن عشان لازم يدخل على الفرن مسبوق التسخين. لو مش عايزاها تعلى قوي في الفرن معاكي، ممكن تخرميها بالشوكه، وممكن لا يعني انا بالسمك ده مش عايزاها ان هي تبقى رفيعه قوي يعني، هسيبها تعلى شويه فمش هخرمها. نحط الصلصه، الحروف كمان اعمليها بالصلصه يبقى شكلها حلو. الزعتر كان معايا قليل في الصلصه، هزود له زعتر تاني. هسيبها كده لحد ما اخلص الباقيين. العجينه الثالثه، هي توتي مش بتاكل بيتزا يعني، ما بتحبهاش اللي هي الكبيره، ممكن اعمل لها بيها ميني بيتزا. القطاعات اللي عندي مش لاقيها دلوقتي، باي برطمان عندك او غطا برطمان ممكن تقطعي بعيد. طبعا كره صغيره ممكن نفردها شويه تبقى بالحجم ده. عايزه تكبريها شويه، ممكن تتخني العجينه عشان لما تيجي تفرديها بعد كده، بس انا كده الشكل ده او الحجم ده بالنسبه لي كويس. باقي العجينه هتلميها تاني برضو زي ما كنا لمينها كوره دي اهو، وهعجنه تاني. انا بالنسبه لي ميني بيتزا والباتيه والحاجات اللي انا بعملها في البيت مريحه جدا، لان انا مثلا لو اتاخرت في عمايل الاكل وتوتي جاعت بديها بقى من الميني بيتزا او الباتيه بدل البسكوت والشوكولاتات والحاجات دي، بس هي ما بتحبوش بصراحه يعني، بتاكل بسكوت برضو وشوكولاتات. اليومين دول بحاول اقلل لها شويه من الحاجات دي واستبدلها لها بحاجات شبه صحيه يعني، او على الاقل ما تكونش مضره زي البسكوت والسكر الكتير اللي فيه والشوكولاتات وكده. انا من رايي الحجم ده كده اعمل بيه اتنين وخلاص. انا كنت بدور على القطعات مش لاقيها، بس انا عارفه لو دورت في السبب بتاع توتي هلاقيها موجوده. هحضر الاول الميني بيتزا، وبعدين احط رشه زعتر ورشه حبه البركه، احطلها زيتون عادي كانها بيتزا عاديه يعني، بس هي الطفله صغنونه. بس بسطرمه بقى وتونه والحاجات دي بلاش، ممكن لحمه مفرومه، ممكن فراخ، بس الموجود عندي حاليا عشان انا بعمل بيتزا بالبسطرمه الحاجات دي كلها ما عدا البسطرمه يعني، مش هحط لها بسطرمه. الزيتون ده من وادي فود، هو حلو جدا بس للناس اللي مش بتحب الحاجه المالحه قوي، هو زيتون عادي بس مش مملح. هحط لها فلفل الوان، بس الفلفل اللي هقطعه صغير خالص عشان هي مش بتحب طعمه يعني. ده ممكن تعملي منه العدد ده، يعني العدد ده كده هديها منه قطع او اتنين لو رضيت تاكلهم، وهحط الباقي في الفريزر. بعد ما تعوز تاني هخرجه من الفريزر، استيبه يبرد شويه بعد كده اسخنه. بعد كده هحط لها بقى الجبنه الموتزاريلا. بتفيدني جدا برضو المعجنات لما ببقى خارجه مش عايزاها تاكل من اكل الشارع. انا عموما يعني بقالي سنين سنتين مش باكل من اكل الشارع نهائي، ولا هي كمان، هي ما جربتش اكل الشارع قبل كده لحد دلوقتي، الاكل الجاهز يعني كده هي ما تعرفش عنه حاجه. فباخد معايا الميني بيتزا او الباتيه اللي بعمله لها في البيت، وقت ما بتجوع بديهولها لو انا هي هتاخر بره. كده تبقى جاهزه خلاص الميني بيتزا بتاعه توتي. هدخلها الفرن على درجه حراره 180 في الرف اللي في النص. هتعرفي منين هي استوت؟ لما تقلبيها كده شويه بتلاقي القعر او مش عارفه اسمها ايه، الجزء اللي تحت يعني، لما تلاقيه ان هو لونه محمر. بس كده دلوقتي بالحشو هرش اول طبقه صغيره خالص كده من الموتزاريلا، بعد كده البسطرمه والفلفل والزيتون. لسه هحط بسطرمه تاني بس لما اخلص الحشو كله، التركي او الرومي على حسب ما بتسموه. بصوا الحشو ده اذواق يعني، انت عايزه تكتري براحتك، عايزه تقللي حاجه ترجع لك برده. رشة بسيطة، مش بسيطة، حبة يعني من الرومي المبشور، ده اختياري، عايزة تضيفي ضيفي، مش عايزة براحتك.
وبعد كده الزعتر وحبة البركة. هرجع اضيف البسطرمة تاني، واخر حاجة بقى الموزاريلا اللي موجود ده حبة بركة كانت واقعة. كده البيتزا تكون جاهزة، هدخلها الفرن على درجة حرارة 180 في الرف الفرنس. الميني بيتزا بتاعته خلصت خلاص، دلوقتي طلعتها وطلع بقى البيتزا بتاعتي. دي كده البيتزا بعد ما خرجت من الفرن، هي الحروف بس هي اللي عالية عشان تانيها زي ما قلت لكم كده، لكن هي نفسها رفيعة. اخدت حوالي ربع ساعة في الفرن، وبعد كده شغلت عليها الشواية وهديت النار عليها شوية. جربيها وهتبطلي تجيبيها جاهزة من بره، ان شاء الله هتعجبك جدا. والزعتر وحبة البركة مدينها ريحة حلوة قوي وطعمها بيبقى تحفة، جربيها وان شاء الله هتعجبك. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبك. ما تنسيش لو عجبك الفيديو دوسي لايك، ولو انت اول مرة تشوفيني ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض البسبوسه، هنعملها بطريقه سهله جدا وهقول لكم على كذا تريكه فيها تخليها ما تشقلقش منك او تطلع ناشفه، وهتطلع طعمه جدا جدا. جربيها ومش هتشتري من بره تاني. المقادير اللي معايا: 500 جرام سميد ناعم، 150 جرام سمنه دايبه، 20 جرام جوز هند مطحون، 150 جرام لبن، واللبن يكون بدرجه حراره الغرفه، ما يكونش ولا دافي قوي ولا بارد قوي، 250 جرام سكر ابيض، وكوباية زبادي. الكوباية دي هتاخد منها معلقتين، و100 جرام شربات تقيل، والشربات التقيل ده ممكن تستبدليه بمعلقتين كبار من عسل النحل. اول خطوة هنعملها هنحط السمنة الدايبة على الدقيق السميد، وفي الخطوة دي وانت بتقلبي خلي بالك ما تقلبيش كتير عشان الدقيق ما يعملش عرق معاكي ويزود من حدة الجلوتين اللي فيه. خلاص كده احنا عملنا الزبده مع الدقيق السميد، هنسيبهم لحد ما نعمل الخطوه الثانيه، والخطوه دي مهمه جدا ان انت تبتدي بيها، انك تعملي الدقيق مع الزبده. تاني حاجه هنعملها هندوب اللبن والعسل مع السكر. الزبادي مش هنحطها دلوقتي، الزبادي اخر حاجه خالص. بعد ما ندوب المكونات دي مع بعض هنضيف معلقتين الزبادي على الخليط ده بعد ما يدوب. من المهم جدا ان الخليط ده ما يغليش على النار، انت بس عايزاه يبقى دافي. بعد ما دوبنا الخليط على النار هنضيف دلوقتي معلقتين الزبادي. معلقتين الزبادي دول مهمين جدا، بيخلوا البسبوسه ليها طعم غني وما يخليهاش تشقق معاكي وتبقى طريه. هنضيف دلوقتي الخليط ده على الدقيق، هنخلط المكونات كلها مع بعضها، وخلي بالك برضو ما تعجنيش فيها كتير، هو بس لحد ما المكونات كلها تمتزج مع بعضها. الصينيه اللي هتدخليها الفرن تدهنيها كلها بالزبده والحروف والجناب، واهم حاجه الجوانب بتاعتها ما تكونش عاليه عشان البسبوسه بتاعتك ما تشققش منك. خلاص كده جهزنا البسبوسه بتاعتنا، مش هندخلها الفرن دلوقتي. بعد ما جهزناها التركه اللي هي فعلا هتفرق معاكي وهتديها طعم حلو جدا ومش هتكون ناشفه ومش هتشقق منك، قبل ما تدخليها الفرن لازم تدخليها التلاجة لمده ربع ساعه مش اقل من كده. خطوه ان انت تدخليها التلاجة دي مهمه جدا، الخطوه دي فعلا هتفرق معاكي وهتخلي طعمها تحفه، تخلي طعم فعلا غني، المكونات كلها امتزجت مع بعضها. هندخلها التلاجة لمده ربع ساعه، بعد كده ارجع لكم تاني. خلاص كده دخلتها التلاجة لمدة ربع ساعة، هدخلها الفرن لدرجة حرارة 200 في الرف اللي في النص لمدة 30 دقيقة. بعد 30 دقيقة دول تقفلي الفرن وتشغلي الشواية لحد ما الوش بس لونه يحمر. كده خلاص خرجت البسبوسة من الفرن، لازم تبقى البسبوسة سخنة والشربات بارد او بدرجة حرارة الغرفة، ما يكونش ساقع من التلاجة او يكون سخن، والشربات بتاعها بيكون خفيف. انا عملت الشربات بالطريقة العادية خالص، كوباية سكر وعليها كوباية وربع مية، ولما يغلوا شوية بتعصري نص ليمونة او اقل. دلوقتي صينية البسبوسة سخنة والشربات بارد، هضيف الشربات على الصينية لحد ما تتشرب خالص، وعشان البسبوسة تبقى طرية معاكي لازم تغطي الصينية. خلاص كده احنا ضيفنا الشربات، عشان تبقى طرية معاكي غطيها لمدة 5 دقايق. ودي البسبوسة بعد ما خلصت، ما خدتش وقت واحلى بكتير من بتاعت بره.
طبعا في الظروف اللي احنا فيها دي الناس كلها بتقلل ان هي تشتري اكل جاهز من بره، فانت جربيها في البيت وهتعجبك ان شاء الله. ممكن تحطي عليها قشطه او كريمه على حسب ما انت عايزه، وبس كده تكون خلصت البسبوسه بتاعتنا. اتمنى تجربيها، فعلا هتعجبك جدا، وهتعمليها مره وبعد كده مش هتشتريها من بره تاني. لما تجربيها سيبيلي في الكومنتات ان انت جربتيها وقولي لي ايه رايك فيها. متاكده ان شاء الله ان هي هتعجبك. ما تنسيش بقى لو عجبك الفيديو دوسي لايك، ولو انت اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. بتغيب علينا وتهجرنا وقلوبنا معاه. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض القطايف، هنعملها بطريقه حلوه جدا ومكوناتها سهله وبسيطه وعندك في البيت. هتستغني ان انت تشتريها من الشارع؟ طبعا احنا عارفين اليومين دول الناس كلها بتتجه ان هي تعمل كل حاجه في البيت وبتستغنى عن المنتجات اللي هي بتبقى من الشارع او كده. انت مش عاملاها عشان بس تعمل في البيت، انت عاملاها عشان فيها طعمها احلى 100 مره من بتاعت الشارع، وطعمها زي ما قال حاتم وهو متعصب احلى 100 مره. في ايه يا عم ستوب يعني انا شكلي هطلع من الفيديو ده كمان. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. عشان ماير معرفش شكلها اتصدع النهارده. النهارده هنعمل مع بعض القطايف، هنعملها في البيت من الالف للياء، من اول العجينه لحد الحشو والكلام ده كله. الميزه هنا الميزه هنا ان العجينه فعلا طعمها حلو قوي 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 بجد، غير ان احنا بنشتريها من الشارع. ده بجد والله حقيقي. انا عن نفسي بقى لي فتره ما باكلش الحاجات الحلوه كتير. اخر مره عملتها من يومين فرتكت الطبق بامانه حرفيا، فانا قلت لازم ان احنا نعمله ونصوره فعلا، ان طعمها حقيقي عجبني بجد وهيعجبكم وهتستغنوا فعلا ان انتوا تشتروها من الشارع. بس دي كانت ميرو سيكريتس، يلا نبتدي. المكونات اللي معايا: كوبايتين دقيق منخولين، معلقه كبيره من الخميره واللبن الباودر والسكر، ونص معلقه من بيكنج باودر، وكوبايتين الا ربع ميه ورشه ملح بسيطه. اول حاجه هنخلط المكونات مع بعضها. خلطنا المكونات مع بعضها، هنضيف دلوقتي كوبايتين الا ربع الميه. بعد ما ضفت الميه هقلب المضرب كويس قوي. خلاص كده قلبنا المكونات كلها مع بعضها وضربناها مع بعض. عجينه القطايف بتخمر من نص ساعه لساعه الا ربع، ما تستخدمهاش قبل كده، ولازم تغطيها كويس قوي وتشيليها في مكان دافي ومظلم. والحشو القطايف انا هحشيها كريمه شوكولاته وبندق. ممكن بدل الشوكولاته والبندق تستخدمي اي حشوه تانية، ممكن تحطي زبيب وجوز هند، او زبيب وبندق وجوز هند ومعلقه زبده، اي حاجه انت عايزاها. ممكن تحشيها نوتيلا برضو زي ما انت عايزه. طريقه تحضير كريمه الحشو: الباكت اللي موجود في العلبه دي عليه 200 ملي من اللبن، بس اللبن يكون ساقع. وبكده خلاص نكون حضرنا كريمه الحشو. القطايف خلاص خمرت، انا سبتها لمده ساعه، اديها تقليبه او تقليبتين كده، ده القوام بتاعها. كده تكون جاهزه ان احنا نسويها على النار. دلوقتي هنسوي اول واحده، لازم الطاسه تكون سخنه. ده كده اللون اللي انا عايزاه عشان لسه هيتحمر ولونه يغمق شويه. ده كده القطايف بعد ما استوت، انا عايزاها باللون ده عشان لسه هتتحمر، وبعد ما تتحمر لونها بيغمق شويه، ولما بتضيف عليها الشربات اللون بيغمق اكتر. انا هقفلها بالشكل ده شبه القرطاس كده. بعد ما خلاص قفلتهم بالشكل ده هحمرهم على النار في زيت غزير يكون سخن. ما تحطيش القطايف على النار والزيت بارد او هو بيغلي، يكون سخن. خلاص حمرت القطايف، هي لونها ذهبي بس في الكاميرا باين ان هو لونها غامق شويه. هنزلها على الشربات، الشربات يكون خفيف بارد. القطايف المفتوحه دي الشربات بتاعها بيبقى خفيف، او عايزاها اللي هي مقفوله بتقلي الشربات. بعد ما بتسيبيها شويه بالشربات بتطلعيها على مصفى عشان تتصفى من الشربات اللي فيها. نيجي دلوقتي للحشو، هحشيها بكريمه الشوكولاته ومعاها البندق. ممكن لو ما عندكيش كيس حلواني تستخدمي اكياس الثلاجه. ممكن تحشيها كريمة الشوكولاتة بس من غير مكسرات لو حابة.
وبس كده يكون خلصنا القطايف بتاعتنا. جربيها هتعجبك جدا لما تعمليها، وهتبطلي تجيبيها من الشارع. طعمها غني بكل المكونات اللي احنا ضفناها فيها، ده هيفرق جدا في صحتك وفي صحه ولادك. كفايه انت بتاكلي اكل انت عارفه مصدره ايه، وعارفه طبعا نظافتك من الحاجه اللي انت بتعمليها جايباها منين وبتعمليها ازاي. اتمنى تعجبك. ما تنسيش لو عجبك الفيديو دوسي لايك، لو انت اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. باي باي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معلش لو صوتي مش واضح او متغير، واخده دور برد، بس هحاول ان انا اعلي صوتي شويه. النهارده هنعمل مع بعض طاجن اللحمه بالخضار. هنعمله بالبطاطس والطماطم والبصل والفلفل والثوم. الكميه بتاعه الخضار اللي انت عايزاها والكميه بتاعه اللحمه اللي انت عايزاها برضو. المقادير اللي معايا بالظبط: نص كيلو لحمه، عليهم 2 بطاطس كبار و2 طماطم كبيره و3 بصلات وفلفل كوبي او روم كبيره واحده بس وفصين ثوم. والبهارات اللي معايا: نص معلقه من السماق ونص معلقه من الثوم البودر والقرفه والورق اللورا ومعلقه كبيره من دبس الرمان، وطبعا الملح اخر حاجه عشان لو حطيناه على اللحمه وهي بتستوي هيأخر سواها. اول خطوه هعملها هشوح اللحمه الاول على النار بدون اي مواد دهنيه، هكتفي بالدهون اللي فيها. هشوحها كويس وبعد كده اخلطها مع المكونات التانيه. نيجي لاول خطوه، هنشوحها الاول. دلوقتي شوحت اللحمه او اديت لها صدمه عشان تقفل المسام بتاعها، هحط عليها البهارات قبل ما احط الخضار. عايزه تضيفي شطه براحتك. وهضيف الثوم زي ما هو مش هقطعه. بعد كده هضيف الخضار هقلب المكونات كلها مع بعضها. وبعد كده قبل ما ادخلها الفرن لازم تغطيها كويس، ويفضل لو في حاله بايركس زي دي وليها غطا او اي صينيه بس تغطيها كويس عشان تتساوى بالبخار. ضفت لها اقل من كوبايه ميه وكده خلاص جاهزه ان انا ادخلها الفرن. هدخلها الفرن وارجع لكم تاني. وده طاجن اللحمه بالخضار بعد ما طلعته من الفرن. اخد حوالي ساعه في الفرن، لسه ما رشيتش عليه الملح. اخر حاجه زي ما قلت لكم الملح يتحط عليه عشان اللحمه تستوي، وكمان عشان البطاطس ما تنشفش. هظبط الملح بتاعه وادخله الفرن لمده 10 دقائق تاني، وبس كده يبقى كده استوى خلاص. بس اهم حاجه الملح ما يتحطش غير بعد ما اللحمه تكمل سواها. اتمنى يكون الفيديو عجبك. ما تنسيش تجربي الوصفه، هي مفيده جدا، فيها تشكيله من الخضار وفيها من اللحمه. ممكن لو عندك كوسه ممكن تحطيها او بسله على حسب الخضار اللي عندك او الخضار اللي تحبيه. اتمنى تعجبك. ما تنسيش لو عجبك الفيديو دوسي لايك، ولو انت اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض مكرونه بشاميل، بس مش هنعملها باللحمه او بالفراخ، هعملها بالتونه والكابوريا المجففه او لانشون الكابوريا على حسب ما بتسموه. المكونات بتاعتنا: 400 جرام مكرونه قلم مسلوقه 3 ارباع سوا، ما تخليهاش كامله السوا عشان ما تعجنش منك في الفرن، وعلبه تونه والكابوريا المجففه او لانشون الكابوريا، ده هتلاقيه في اي هايبر ماركت وسعره مش غالي، وزيتون. المكونات بتاعت البشاميل: نص كيلو لبن، عليهم 3 معالق كبار من الدقيق ومعلقه صغيره من الزبده، ده هعمله على البارد عشان ما يبقاش فيه مواد دهنيه كتير وما يبقاش دسم قوي. والوش بتاع اللبن انا شلته اللي هو القشطه، وهحطه بعد كده بعد ما اخلص البشاميل خالص. وقبل ما ادخلها الفرن هضيف عليها القشطه. والتوابل بتاعه البشاميل: ملح وفلفل اسود. هعمل البشاميل الاول. هي المكرونه مسلوقه ومفيش اي حاجه تانية هتتسوى، هي كل حاجه جاهزه، فاضل بس البشاميل. نص كيلو لبن، هضيف عليهم 3 معالق من الدقيق، واهم حاجه اللبن يكون بارد عشان ما يكلكعش منك، وتقلبي كويس عشان الدقيق ما يكونش مكلكه معاكي في البشاميل قبل ما تحطيه على النار. دلوقتي هبتدي اضيفه على النار، وبعد كده هحط عليه التوابل بتاعته والزبده. ده البشاميل اللي بعد ما استوى، انا بحبه بالقوام ده. عايزاه اخف ممكن تزودي ربع كوبايه لبن. دلوقتي انا قسمت المكرونه على جزئين، هعمل اول جزء اغلفه بالبشاميل، بعد كده احط عليه التونه وبقيه المكونات اللي عندي، واعمل الجزء الثاني. دلوقتي هضيف التونه،
تكوني مصفيها من الزيت كويس، متبقاش مدهنينه معاكي وتقيله. بعد كده هضيف الزيتون ورشه بسيطه خالص من المنزريلا. بعد كده هضيف الكميه الثانيه من المكرونه اللي عليها البشاميل. هو لسه كده هو البشاميل فيها مش تقيل، لسه هضيف عليه البشاميل تاني. انا بس غلفتها كلها بالبشاميل الاول. دلوقتي هضيف بقيه البشاميل. كده عملت المكرونه بشاميل، فاضل معايا القشطه والمونزاريلا. كده خلصت المكرونه البشاميل، فاضل ادخلها الفرن على درجه حراره 180 واكون مشغله الشوايه. اول ما البشاميل ياخد وش كده بتطلعيها على طول. في ناس بتسيبها تستوي الاول بعد كده تشغل عليها الشوايه، تبقى دسمه قوي. جربوها بالطريقه دي هتعجبكم ان شاء الله. ودي المكرونه بعد ما طلعت من الفرن، سبتها تاخد وش بس المونزاريلا الاول يحمر على حسب برضو اللي انت عايزه. في ناس بتحب تغمق الوش اكتر من كده، في ناس بتخليه فاتح شويه. اتمنى تعجبكم، ما تنسوش تجربوها. لو الفيديو عجبك ما تنسيش تعملي لايك للفيديو، ولو انت اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض هريسه الشطه. المقادير بتاعتنا: فلفل احمر الكميه اللي انت عايزاها، فنجان زيت، والزيت ده هيبقى ماده الحفظ بتاعه الهريسه، ومعلقتين كبار من الملح. اول حاجه هقطع الفلفل. اهم حاجه تكوني لابسه جوانتي عشان ايديكي ما تتبهدلش من الشطه، وخصوصا اللي عندهم حساسيه. يعني انا ايدي ما تستحملش خالص ان انا امسك الفلفل كده من غير جوانتي. احنا هنعملها على البارد، مش هنعملها على النار. ما تخافيش مش هيبوظ منك ولا حاجه. اهم حاجه ان انت تكوني مغطيه وش البرطمان بزيت. ولو مش عايزاه تطلع معاكي حامي قوي ممكن تضيفي معاها الفلفل الاحمر الكوبري. كده قطعنا الفلفل، هنضيف الملح ومعلقه من الزيت ونضربهم في الكبه. اهم حاجه تمسحي كويس اي حاجه اثرها الشطه دي، عشان ممكن برضو تعملك حساسيه في ايدك. بعد ما تحطيها في البرطمان تقلبيه كويس قوي بمعلقه زيت برضو. اهم حاجه تخلي بالك ايدك. انا الفيديو اللي بقعد احذر منه كتير ده لازم بيجرالي حاجه فيه، يعني الحاجه اللي بحذر منها دي لازم بتحصل لي. واقلبه كويس، ولازم برضو اضيف على الوش زيت. الزيت الماده الحافظه بتاعه الهريسه. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا. متنسيش لو عجبك الفيديو دوسي لايك، ولو انت اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض سمكه التونه في الفرن. المقادير بتاعتنا: سمكة تونة، 3 ليمونات كبار متقطعين شرايح، فلفل اخضر حامي او بارد على حسب ما انت عايزة، راس توم مفرومة، بصلتين كبار متقطعين شرايح، معلقة كبيرة من دبس الرمان، والبهارات اللي معايا: ملح وكزبرة وروزماري وقرفة وشطة وكمون وتوم باودر وزعتر. اول حاجة هخلط البهارات دي مع التوم ودبس الرمان. وعلى الخلطة دي هحط معلقة زيت، معلقة صغيرة خالص، ومعلقة من الخل. وعشان تتبلي السمكة كويس تفتحيها من الظهر كذا فتحة. بطن السمكة هتكوني منضفاها، وهحشي مكانها بصل وفلفل وليمون ومعلقة من التتبيلة. بعد كده هتبل السمكة كلها. بعد ما تبلت السمكة في الفتحات اللي انا عملتها هحط فيها الليمون. كده انا خلاص تبلتها كويس،
هبتدي احضر الصينيه اللي هحط فيها السمك. دلوقتي بحط شرايح البصل والفلفل والليمون اللي معايا، ممكن تحطي بطاطس لو حابه. هستبدل معلقه الزيت اللي هتحطيها على البصل، حطي معلقه ميه. قبل ما تدخليها الفرن تكوني مسخنه الفرن كويس قوي قبلها ب 10 دقايق على درجه حراره 200 وتغطيها بالفويل. هدخلها الفرن وارجع لكم تاني. دي السمكه بتاعتنا بعد ما استوت، اخدت حوالي ساعه الا ربع في الفرن، وتكوني اهم حاجه مغطياها بالسلوفان كويس قوي عشان الحراره تبقى مكتومه جواها وتسويها. اتمنى يكون الفيديو عجبك، ما تنسيش لو عجبك الفيديو دوسي لايك، ولو انت اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض القرص الناشفه او القرايش. المكونات بتاعتنا نص كيلو دقيق ونص كيلو دول، عليهم رشه ملح صغيره خالص، ومعلقه كبيره بيكنج باودر، ومعلقه كبيره لبن باودر، وكوبايه الا ربع زيت متدوب فيه معلقه سمنه بلدي عشان تديكي طعم حلو، وكوبايه لبن، ومعلقه كبيره خميره، ومعلقتين كبار سمسم، ومعلقه ينسون. وممكن تستبدلي اليانسون ببهارات الكحك اللي هي عباره عن ينسون وشمر بيتباع من عند العطار، بس الشمر مش متوفر عندي فحطيت اليانسون عادي. اول حاجه هنختبر الخميره بتاعتنا، عشان الخميره بتاعتنا تتفاعل لازم تضيفي عليها رشه سكر، ونقلبها كويس ونسيبها 10 دقايق لحد ما تتفاعل. هضيف دلوقتي على الدقيق اليانسون والسمسم، وزي ما قلت لكم الدقيق عليه معلقه كبيره لبن باودر، ومعلقه بيكنج باودر، ورشه ملح، والزيت يكون دافي. ممكن تستبدلي الزيت بسمنه بس يكون دافيه، والزيت برضو يكون دافي. القرقيش مش بتتعجن كتير عشان ما تعملش عرق. دلوقتي هضيف اللبن بالخميره، كده انا عجنتها كويس. هسيبها ترتاح لمده نص ساعه، بعد كده ابدا اشكلها. دي العجينه بتاعتنا بعد ما سيبناها تختمر، هنبتدي نشكلها دلوقتي. دلوقتي اخدت قطعه من العجينه والفها كده بالشكل ده، حاولي تخليها رفيعه شويه عشان بعد ما تشكليها تسيبها تخمر لمده نص ساعه. كده انا خلصت اول صينيه، هسيبها تخمر لمده نص ساعه تاني، بعد كده ادخلها الفرن على درجه حراره 180 لمده من 10 ل 12 دقيقه، وبعد كده بتقفلي الفرن وتشغلي الشوايه عشان الوش ياخد لون دهبي، وبعد كده تخرجيه من الفرن. دي القرقيش بتاعتنا بعد ما طلعت من الفرن، ريحتها تجنن وطعمها تحفه، هشه ومش تقيله، حلو قوي في الفطار الصبح مع كوبايه شاي بلبن، تنفع للاولاد ياخدوها معاها المدرسه بدل البسكوت. دي تبقى صحيه وحاجه نظيفه ومضمونه انت اللي عاملاها بايديكي، احسن من الحاجات المحفوظه والحاجات المعلبه. وبس اتمنى تجربوها. متنسيش لو عجبك الفيديو دوسي لايك، لو انت اول مره تشوفيني متنسيش تعملي سبسكرايب للقناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الكابوريا. المكونات بتاعتنا كابوريا، الكميه اللي انت عايزاها، انا معايا كيلو من الكابوريا، بصلايه كبيره، فلفلايه متقطعه شرايح، طماطم متقطعه 4/4 مش اصغر من كده عشان ما تبقاش الشوربه مسكره قوي. والبهارات اللي معايا، معايا معلقه من الروزماري، ونص معلقه من الثوم البودر، والزنجبيل، والملح، والقرفه، والشطه، والكمون، والكاري. يلا بينا نشوف الطريقه. اول حاجه هعملها هشوح البصل، هشوحه بمعلقتين ميه مش زيت، هنستبدل الزيت بالميه. بعد ما شوحت البصل هضيف عليه الفلفل والبهارات. بعد ما ضفت البهارات هقلبهم واشوحهم على النار تاني. بعد ما شوحت الفلفل والبصل على النار هنضيف الطماطم، وبعد كده الكابوريا.
بعد ما ضفت الكابوريا هضيف كوبايتين من الميه. اول حاجه بتحطيها على نار وتكوني معليه النار عليها. اول ما تتغير لونها للون الاورنج تبتدي توطي النار وتغطيها وتسيبيها تستوي لمده 10 دقائق، بعد كده تطفي عليها. ودي الكابوريا بتاعتنا بعد ما استوت. اتمنى يكون الفيديو عجبك. ما تنسيش لو عجبك الفيديو دوسي لايك، ولو انت اول مره تشوفينا ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض الباتيه المورق بالزبده. هنحضره بعجينه غنيه مميزه جدا ومفيده للاطفال، وممكن تديها لاولادك الصبح وهم رايحين المدرسه كبديل او تغيير للسندوتشات، وبالذات انه هيوفر لك وقت كبير الصبح في تحضير السندوتشات خصوصا لو انت متاخره او مستعجله. هي سهل تخزينها، تقدري تعملي كميه كبيره وتخزنيها في الفريزر وتطلعيها لهم كل يوم الصبح وهم رايحين المدرسه. المقادير بتاعتنا: 4 كوبايات دقيق، بيضه واحده عليها رشه ملح عشان ما تعملش معاكي ريحه زفاره، معلقتين زبده كبار، معلقتين لبن بودر، معلقه كبيره زبادي، معلقه كبيره خميره، وكوبايه لبن. والحشو هحشي بجبنه وزيتون، ممكن انت تحشيها على حسب ما انت عايزه. اول حاجه هنعملها هنختبر الخميره بتاعتنا، هنحط عليها رشه سكر ومعلقتين او 3 لبن او ميه عشان تسيبيها تتفاعل شويه. المفروض تحطي 3 معالق كبار، بس عشان المعلقة معايا صغيرة فأخدت أكتر من 3 معالق. هنذوبهم في بعض. عشان الخميرة معاكي تتفاعل لازم ترش عليها رشة سكر. أي معجنات هتعمليها بخميرة لازم أول حاجة تجربي الخميرة الأول. هنسيب الخميرة تتفاعل وبعد كده نحط بقية المكونات على الدقيق. أول حاجة هنضيفها على الدقيق اللبن البودر ونقلبه كويس، وبعد كده الزبادي، وبعد كده هنضيف البيض، بس لازم تكوني رش عليها الملح الأول عشان ما يكونش ليها ريحة زفارة. نبدأ نضيف اللبن بالتدريج، بعد كده نضيف الخميرة والزبدة ونعجنهم كلهم في بعض. لازم تعجنيها بايدك مش اقل من 10 دقايق. دي العجينة بعد ما عجنتها 10 دقايق، ولازم مش اقل من 10 دقايق عشان تطلع معاكي قطنية بالشكل ده، ولازم تكون طرية ما بتلزقش في ايديكي. دلوقتي هغطيها بالاسترتش واسيبها تتخمر مش اقل من نص ساعة. ودي العجينة بتاعتنا اهي، بعد ما خمرت حجمها تضاعف. هنبتدي نقطعها، بس قبل ما تقطعيها لازم ترش الدقيق الاول عشان ما تلزقش منك في المكان اللي اتقطعها عليه. هنبتدي نقطعها لكور متساوية عشان يبقى حجم الباتيه كله قد بعضه، واللي قطعتيه تغطيه عشان ما ينشفش منك. خلاص كده قطعنا العجين، هتبتدي تفردي باول واحدة انت بدأتي بيها، تبقى شكلها بيضاوي شويه مش تبقى مدوره. كده فردناها، هنبتدي اديها اول طبقه من الزبده، طبقه بسيطه خالص عشان يخلي العجين معانا مورق. وبعد كده هنطبقها وهنفردها تاني. التطبيقه دي اللي بتخلي معاكي الباتيه مورق. لو لقيتيها معاكي بالشكل ده عادي مفيش مشكله، عشان انت مطبقاها كذا مره ده اللي بيخلي الشكل معاكي مورق. بعد ما فردناها بالشكل ده هنبتدي نحشيها بالجبنه والزيتون، بعد كده هنطبقها من الجنبين ونبتدي نلفها رول بالشكل ده، بس اهم حاجه تطبقيها من الجنبين عشان الجبنه ما تخرجش بره او الحشوه اللي معاكي ما تخرجش بره. نيجي للاخر نقطع من هنا، هتبقى معانا بالشكل ده. ده العجين بتاعنا بعد ما شكلناه، هنسيبه يخمر لمده نص ساعه وبعد كده ندخله الفرن. ده الباتيه بتاعنا بعد ما خمر. قبل ما ندخله الفرن هندهن الوش بصفار بيضة ومعلقتين لبن ورشة قرفة. ممكن تستبدلي القرفة برشة نسكافيه او قهوة، بس طالما للأطفال خليها القرفة احسن لهم. بعد ما تدهني وش الباتيه هندخله الفرن على درجة حرارة 180، فرن مسبق التسخين لمدة ربع ساعة. بعد الربع ساعة هتقفلي الفرن وتشغلي الشواية لمدة دقيقة. ده الباتيه بتاعنا بعد ما خرج من الفرن، ريحته في البيت تحفة. ريحة الخبيث في البيت بتبقى حلوة جدا خصوصا لو عندك اطفال بيبقوا مستنيين الحاجة اللي انت بتعمليها، وحاجة كويسة ان انت تخليهم يساعدوكي ان هم يعملوا معاكي الباتيه او حتى يشاركوكي في اقل التفاصيل. الحاجات دي بتفرحهم جدا.
والباتيه زي ما انتوا شايفين هش خالص، ومن جوه مورق وجميل. والعجينة هش، تعرفي منين العجينة هش؟ لما تضغطي عليها تلاقيها رجعت تاني. اتمنى يكون الفيديو عجبك، ما تنسيش لو عجبك الفيديو دوسي لايك، ولو انت اول مرة تشوفيني ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض السينابون. المكونات بتاعتنا 2 كوباية دقيق، والدقيق لازم يكون منخول، 1/4 كوباية زبدة تكون بدرجة حرارة الغرفة، 1/4 كوب سكر، 2 علبة زبادي او 1 كوباية زبادي، ومية للعجن، 2 كبيرة فانيليا، 2 كبار لبن بودر، 2 كبيرة خميرة، وبيضة. اول حاجة هضيف الخميرة على الدقيق، واللبن البودر، والفانيليا، والسكر، ونخلط المكونات كلها مع بعض. بعد كده هضيف الزبدة والزبادي والبيض، وهنعجن بالمية. وبعد كده لازم تبدأي تعجني فيها لمدة 10 دقايق. وبعد كده هنعمل التوبنج. التوبنج عبارة عن علبة حليب مكثف، 1/2 كوباية سكر، 3 قطع جبنة مثلثات، فانيليا 2 معالق صغيرة، 1 كوباية لبن صغيرة او فنجان لبن، ومعلقة زبدة. هنخلط المكونات دي كلها مع بعض ونسيبها تبرد في التلاجة. ده التوبنج بتاعنا بعد ما خلصناه. قبل ما تستخدميه شيليه في التلاجة على الأقل لمدة 1/4 ساعة. دي العجينة بتاعتنا بعد ما خمرت، هبتدي افردها. تبقى سمكها 1 سنتي او اقل، مش ازيد من كده عشان هنسيبها تخمر شوية. دلوقتي بعد ما فردنا العجينة افرديها على شكل مستطيل مش مدور. هتدهني الاول العجينة كلها زبدة، بعد كده نحط الحشوة بتاعتنا. بعد ما دهنا الزبدة هنبتدي نرش القرفة والسكر والكاكاو. بعد كده هنلفها رول، بس الجزء الاخير ده مش هنرش عليه اي حاجة عشان خاطر يقفل معانا. ده السينابون بعد ما لفيناه هنبتدي نقطعه بالتساوي. هنسيبه يتخمر لمدة 10 دقايق او 1/4 ساعة، وبعد ما يتخمر هندخله الفرن على درجة حرارة 180 لمدة 1/4 ساعة. ده السينابون بتاعنا بعد ما خرج من الفرن، هو قعد 1/4 ساعة، وبعد 1/4 ساعة بتقفلي عليه النار وتشغلي الشواية لمدة دقيقة، ياخد وش وتطلعيه على طول. اول ما يطلع بتحطي عليه التوبنج، بس مش كل الكمية، نص الكمية، وبعد كده بتزودي. ده التوبنج بتاعنا، هنضيفه دلوقتي. العجينة طالعة طرية وهشة خالص، طعمها تحفة وريحتها في البيت تجنن. ما تنسيش لو عجبك الفيديو دوسي لايك، ولو انت اول مرة تشوفيني ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض الكلاوي وهنعملها سندوتشات. المكونات اللي معايا 1/2 كيلو من الكلاوي بلدي، ومعلقة كبيرة من الخل، وفلفل أخضر حامي وبارد، وراس توم كبيرة مفرومة، وليمونة. والبهارات اللي معايا ملح على حسب ما انت بتحبي تملحي الأكل بتاعك ازاي، وشطة، بس الشطة تكون بسيطة عشان انت هتحطي فلفل أخضر اللي هو الحامي، وكمون، ورشة بسيطة من القرفة، ورشة صغيرة خالص من الكزبرة. يلا نبتدي. دلوقتي معايا 2 معالق زيت مغلي، مش هتضيفي كل الكمية، هتضيفي نصها. انا هسوي الكلاوي في 2 معالق زيت بس، طبعا في ناس بتحط زيت كتير، لكن لا، انا هسويها ب1 معلقة بس. هضيف الثوم ومعاه البهارات، مش كلها برضه، ونص كمية الفلفل.
هشوحهم كلهم على النار وبعد كده اضيف الكريمة. دلوقتي شوحت الثوم مع الفلفل والبهارات، هضيف الكريمة. دلوقتي شوحتها كويس اهو، هضيف عليها بقية المكونات، برضو الثوم هسيب حبة صغيرين لحد اخر السوا، وهعصر نص ليمونة وبقية الفلفل اللي معايا ومعلقة الخل. الكبدة بتسويها على نار متوسطة عشان ما تنشفش منك، هتبقى من بره ناشفة ومن جوه نية زي ما هي، فانت بتسويها على نار متوسطة. هرجع تاني احطهم على النار لحد ما يستوي خالص. دلوقتي خلاص الكريمة قربت تستوي، هضيف اخر حاجة من الثوم واقلبهم دقيقتين بس على النار. دي الكريمة بتاعتنا بعد ما استوت، عملتها في السندوتشات اخدت حوالي 25 دقيقة، ما تزوديش عن كده عشان خاطر ما تنشفش منك، وهتبقى عبارة عن جلدة كده ملهاش طعم. هي أكلة سهلة وبسيطة وسريعة، تعمليها في العشاء أو في الغداء أو في أي وقت أنت حابة تعمليها فيه، مش هتاخد منك وقت، وكمان قيمتها الغذائية عالية جدا، وأهم حاجة تكون بلدي ما تكونش مستوردة، المستورد ما لهوش قيمة غذائية ومش معلوم مصدره هل هو حلال أو مش حلال، ممكن يكون ليها مشاكل صحية كتير احنا مش عارفينها، لأن أنا مش عارفين مصدر الكلاوي أو الكبدة المستوردة اللي احنا بنجيبها دي مصدرها ايه. وطبعا الكبده والكلاوي معروفين بالقيمه الغذائيه العاليه، ان هي غنيه بفيتامين الف مفيده جدا للاطفال، ويستحسن الحيوان ما تاكلش منها عشان الفيتامين الف فيها عالي قوي، ولازم لو هتاكليها يبقى تحت اشراف طبيب. اتمنى يكون الفيديو عجبك، ما تنسيش لو عجبك الفيديو دوسي لايك، ولو انت اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض البطه المحمر في الفرن. المقادير بتاعتنا معايا بطه، البطه دي انا بحب اشيل الجلد بتاعها، اي نوع من انواع الطيور مش بحب اسلقه بالجلد بتاعه. نزعت الجلد منه ونضفتها طبعا كويس، وطماطمتين وبصلتين، واحده سليمه والتانيه متقطعه شرايح، ومعلقه زبده صغيره، دي المعلقه اللي انا بعير بيها صغيره خالص، وملح وفلفل اسود وفلفل اسود حصى، ومعلقه صغيره صلصه. يلا بينا نشوف هنعملها ازاي. اول حاجه ضفت البصل والطماطم في الحله، وبعد كده معلقه الزبده، وهشوحهم مع بعض. انا يا دوبك خليت الزبده تسيح مع البصل والطماطم، ودلوقتي هضيف البط، وهضيف الفلفل الاسود والفلفل الاسود الحصى والملح مش دلوقتي، هشوحهم على النار تاخد صدمه كده، وبعد كده ارجع لكم تاني. دي البطه بعد ما شوحتها، هدلوقتي هضيف عليها الميه المغليه واسيبها تغلي شويه على النار، وبعد كده اوطي عليها. ودي البطة بعد ما اتسرقت، هي صغيرة شوية عشان احنا اتنين بس اللي بناكل، ومعايا التتبيلة بتاعتها، دبس الرمان معلقتين كبار، بصل بودر وملح وفلفل اسود وكاري. هنضيف المكونات على بعض وادهن بالبطة، وبعد كده ادخلها الفرن. هدخلها الفرن على درجة حرارة 200، وتكوني مسخنة الفرن قبلها ب10 دقايق، وتكوني مشغلة عليها الشواية. ودي البطة بعد ما استوت، قدمتها مع رز البسمتي، سبتلكوا لينك الطريقة بتاعته في الديسكريبشن بوكس. وبس كده يبقى خلصنا، اتمنى تعجبك. لو عجبك الفيديو ما تنسيش تعملي لايك، ولو انت اول مرة تشوفيني ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض محشي الكرنب، هنعمله من غير تسبيكه. في ناس بتحب تسبكه مع الطماطم مع البصل وتسبك الخلطه كلها، لكن انا بعمله ني في ني. انا هنا اول حاجه طبعا الكرنبايه، اول ما بتجيبيها بتشيلي منها الورق الزياده وتقسميها نصين وتسلقيها. سايبه لكم طريقه سلق الكرنب وتفريزه في الديسكريبشن بوكس. المقادير بتاعتنا كوبايتين رز، وربطة شبت، وربطة كزبرة، وربطة بقدونس. لو عايزة تزودي الخضرة زودي، كل ما بتزودي الخضرة في المحشي بيكون طعمها حلو. وكرنباية متوسطة، وبصلتين كبار مبشورين، وصلصة طماطم، وملح وفلفل اسود. يلا نبتدي. الخضرة لازم تغسليها كويس قوي وتنقعيها 5 دقايق في مية ملح وخل. بعد كده هضيف البصل والملح والفلفل الاسود، بعد كده الصلصة والرز. ما تنزليش بالكميه كلها مره واحده، حطي حبه بحبه عشان تظبطي الصلصه مع الرز، ما يبقاش الرز كتير والصلصه قليله او العكس.
لو انتي مملحه الشوربه بتاعتك ما تزوديش الملح هنا في الخلطه عشان ما يبقاش مالح قوي. دلوقتي خلاص قلبنا المكونات كلها مع بعضها. انا هنا ما ضفتش زيت ومش بضيف على الخلطه زيت، ما تخافيش مش هيكسر منك الرز او يخليه ناشف، هيبقى عادي جدا. اول حاجه بتحطيها في الحله اللي بتعملي فيها محشي الكرنب، لازم تحطي ورق من الورق الكرنب عشان يديكي طعم حلو. برده تبقي مقطعه الورق بالحجم اللي انت عايزاه. سايبه لكم برده طريقه سلق وتفريز الكرنب في الديسكريبشن بوكس. لف الكرنب اسهل بكتير من لف ورق العنب. خليه يعمل فوق كويس عشان الرز ما يطلعش منك من الجناب، واضغطي عليها عشان ما تفتحش منك في السوا. والعروق دي بتقطعيها عشان ما تبقاش ناشفه معاكي في الحشو. هلف معاكم دي اخر واحده، بعد كده اقعد اكمل انا كده. خلاص خلصت لف الكرنب، هبتدي دلوقتي اسقيه بالشوربه. بس اهم حاجه وانت بتلفي الكرنب وبترصيه في الحله تسيبي فراغات سنه بسيطه عشان الشوربه توصل لاخر صف في الحله. اهم حاجه بعد ما تحطي الشوربه مش كلها، نص الكميه، تخبطي الحله خبطتين ثلاثه كده عشان اخر صف في الحله يوصل له الشوربه. كميه الشوربه اللي بتحطيها تكون مغطيه المحشي بحبه بسيطه خالص عشان خاطر ما يعجنش منك، ولو اقل من كده تلاقي الرز ناشف. اهم حاجه اصلا وانت بتحطي الشوربه على المحشي تكون الشوربه مغليه، ولما تيجي تسويه تعلي النار عليه لحد ما الشوربه تتشرب، بعد كده توطي خالص وتغطي عليه. وده المحشي بتاعنا بعد ما استوى. انا قدمت جنبه فراخ، الفراخ دي مسلوقه ومتحمره في الفرن بدون اي مواد دهنيه. لو انت بتعملي دايت مسموح لك تاكلي من محشي الكرنب ده 6 صوابع مع قطعه بروتين سواء لحمه او فراخ. اتمنى تكون الوصفه عجبتك. ما تنسيش لو عجبك الفيديو دوسي لايك، ولو انت اول مره تشوفيني اعملي سبسكرايب للقناه وفعلي الجرس عشان يوصلك مني كل جديد. باي باي. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض سمك المكرونه المقلي، وهقول لكم ازاي بتبله وايه التتبيله اللي بحطها على الدقيق. اول حاجه 4 فصوص ثوم مفرومين، وملح وكمون وشطه وثوم باودر، وتقلبيهم كلهم مع بعض وتسيبيهم يتبلوا لمده ساعه او ممكن اكتر من كده على حسب ما انت عايزه، بس مش اقل من ساعه عشان يبقى فيه طعمه حلو. هدخله في التلاجة لمدة ساعة. ده السمك بعد ما اتبل. دلوقتي هقولكوا الخلطة اللي بحطها على الدقيق: معلقة من الشطة ومعلقة من الكمون والقرفة والثوم الباودر والبصل الباودر والملح ورشة بسيطة من الكركم، وتغلفيها في الدقيق زي ما بتعملي السمك العادي. الخلطة دي بعملها على كل أنواع السمك المقلي. كده خلاص غلفت السمك كله بالدقيق، هبتدي دلوقتي احمره. هقدم السمك ده مع رز بالمكسرات والكركم والكاري، هسيب لكم لينك الطريقه بتاعته في الديسكريبشن بوكس، ومعاه سلطه الطحينه هبقى انزل لكم برده الطريقه بتاعتها. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبك وتكوني اخدتي فكره. هو عادي سمك مالي، بس انا قلت اشارك طريقه التتبيله بتاعتي، وخصوصا التتبيله اللي بتتحط على الدقيق. ما تنسيش لو عجبك الفيديو دوسي لايك، ولو انت اول مره تشوفيني ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناه وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض صينيه سمك بالخضار. المكونات اللي معايا: سمك بوري الكميه اللي انت عايزاها، والخضار برضو الكميه اللي انت عايزاها. الخضار اللي معايا: طماطم وبصل وفلفل وجزر وبطاطس، وفصين توم كبار مفرومين، والبهارات ملح وشطه وكمون وقرفه، وهضيف على البهارات اللي معايا معلقه كبيره من دبس الرمان. الاكله دي هعملها بدون اي مواد دهنيه. دلوقتي انا هضيف الخضار في الصينيه، وبعد كده اضيف السمك. هتبل السمك الاول، بعد كده هحطه في الصينيه.
كده خلاص تبلت السمك، هضيفه في الصينية وادخله الفرن. وعشان مش هسويه بأي مواد دهنية هضيف له نص كوباية مية. هدخله الفرن على درجة حرارة 200 لمدة ساعة، وممكن تغطيه بالفويل وممكن لا، على حسب ما انت عايز. وبكده تكون خلصت الوصفة بتاعتنا. السمك أخد حوالي ساعة في الفرن على درجة حرارة 200. هقدم معاه رز صيادية وسلطة حمص، وهبقى انزل لكم طريقة سلطة الحمص في فيديو تاني. وبس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبك. متنسيش لو عجبك الفيديو دوسي لايك، ولو انت اول مرة تشوفيني ما تنسيش تعملي سبسكرايب للقناة وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. باي باي.